الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في إطار هذا التعاون المشترك بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف وبين تلفزيون الوطن في برنامجه فاسألوا، هذه الفتاوى الرمضانية التي يعدها ويقدمها لكل متابعيه ومحبيه. ورد إلينا سؤال سائلة تقول: ما حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد وأنا صائمة؟ فنقول وبالله التوفيق، نسأل الله جل وعلا أن يعافيكم ويصرف عنكم الضر والسوء وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم، اللهم أمين. طيب، أخذ الحقن عموما وإحنا صايمين في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولا يترتب عليه بطلان الصيام، لماذا؟ لأن هذه الحقن لا تدخل إلى الجسد من منفذ معتاد. طيب، وإحنا بنقول طب أنا هاخد حقنة الأنسولين وأنا صايمة دي هتفطر؟ قلنا لا، مش هتفطر، وكذلك باقي الحقن العلاجية. وإنما احنا عاوزين نبص المقصد الشريعة، إن ربنا ادانا رخصة سبحانه وتعالى وإحنا صايمين، اللي يحس بأي تعب الواجب عليه ياخد برخصة ربنا سبحانه وتعالى التي علمها إيانا في قوله: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى ربنا هنا ادانا رخصة إن أي حد تعبان وهو صايم انه ممكن يفطر وبعد كده عليه القضاء بعد رمضان. طيب، لو حد كبير مريض مثلا مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه، ده هيفطر وهيطعم عن كل يوم مسكين كما قال ذلك سيدنا ابن عباس امتثالا لأمر الشارع: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نسأل الله جل وعلا أن يعافي كل مبتلى وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم، وأن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان، وأن يعيننا في رمضان على طاعته وعلى عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.